اوكي، هذا المقطع لازم تركزون بيه. كل الزين اللي قاعد يصير يا حبايب عباره عن مسخره. برح نشرت هذا الفويس، اسمعوه. الله اخذ هويه قمر واخذ لحسن الغلط، صار يقول له ما بعطيك الحساب لما تدخل معي مقابله. الله اخذ هويه قمر واخذ لحسن الغلط، صار يقول له ما بعطيك الحساب لما تدخل معي مقابله. هل فوز يثبت يا حبايب انه قمر مهدده من عبد الله لايف ستيج؟ وهل شيء مؤكد 100%؟ ولا عاد يحاول ينكر. فقمر بعت الفويس، طلعت ببث مباشر وكذبت بشكل مو طبيعي. الصراحة هي ما كذبت، وانما انجبرت على انه هي تكذب، لانه هي مهددة والموضوع مؤكد 100%. بس اكو شغلة لازم اوضحها لفانزات قمر الطائي، ادري بكم انتو تحبوها وبتصدقوها، ولكن صدقوني انتو قاعدين تضروها من توقفون وياها بهالشي، لانه هي مجبورة انه تحكي هالحكي. انتو المفروض ما تصدقوها يا حبايب لانكم تحبوها، واكيد لازم تنقذوها من هالشي اللي قاعد يصير وياها. هي طلعت بث امبارحة يا حبايب وكانت واضح انه هي مرتبكة ومدى تعرف تحكي ومغصوبة، وانا واثق من هالشي. واول كذبه كذبتها انه هي كانت تدري بهالفويس، ورب الكعبه يا حبايب قمر ما كانت تدري بهذا الفويس، واني راسلتها وهي طلبت تنزل هالفويس، وانا ما دزيت لها الا بعد ما نشرت. هي يلا عرفت وسمعت بالفويس. فبالنسبه للفويس اللي طلع اليوم، انا سمعته واعرف به وكل قال لي، بس انا ادري اساسا. تمام، مثل ما شايفين يا حبايب هذه المراسله بيني وبين قمر تقول تريد تسمع بالفويس، يعني مش تدري بالفويس. والمراسله اللي بعدها يا حبايب تقول هاي اول مره اسمع بهذا الموضوع، لما قلت لها نورمار كذاب قالت لي ايش دخل نورمار، يعني مش تدري انه اساسا التسجيل او الفويس بصوت نورمار، يعني هي قاعده تكذب لما قالت هي تدري، لان هي بحقيقه ما تدري انه الفويس اساسا بصوت نورمار ولا كذا كذا كذا، وتقول اول مره تسمع بحياتي. هاي نقطه يا حبايب تثبت انه قمر قاعده تكذب او مجبوره انه هي تكذب. على مود تنقذ عبد الله لان هو مهددها انه هي تطلع تحكي هالحكي. وثانية صارت تقول ماكو هيك شيء وكذبت نورمار. انا ما اتوقع نور الصراحه قاعد تكذب والصوت واضح، ولا نضحك على روحنا. واللي يقولون طبعا انت جاي تحكي على بنت بلدك وعيب، ترى البنيه ما مهدده باشياء زي 18، وانا ما مهدده بهويتها كانت وحسابها الانستغرام، يعني مو شيء عيب. وشي واضح يا حبايبي يصدق، لان قاعدين اشياء زي 18 ممكن ما تصدق، ولكن اشياء تصدق. واللي قاعد يقولون انه هي مهدده ليش ما تحكي؟ انتم من كل عقلكم قاعدين تحكون، اذا شخص مهدد شلون يقدر يحكي براحته؟ انا اليوم حدد شخص، فاكيد انا راح اجبره بالكلام اللي انا اريده، يعني اقول له انت اطلع اللي حاليا بث وقول انا فهد الزين، حيطلع يقول. ما راح يقول انا مو فهد الزين، لانه انا جابر على هذا الشيء، لان انا مهدده، وهو ما يقدر يشتكي للشرطه لانه ما عنده دليل، بالنهايه الموضوع كله رسائل وكتابه، فشلون راح يقدر يثبت انه هو فعليا مهدد؟ وحتى قمر بنفسه يا حبايب ترى رايدتنا ننشر، وصدقوني يا فانزات قمر، قمر رايدتنا ننشر، لانه انا رسلتها قبل ما انشر الفويس، قلت لها ترى راح انشر كذا 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 كذا، وهي ما منعتني، مع اني سالتها قلت لها هذا الشيء يضرك، هالشيء يضرك اكثر مره، وهي ما جاوبتني. يعني واضح الشيء يا حبايب ما يضرها. وهنا يا حبايب تثبت انه هي تريد ننشر، مثل ما شايفين قاعد اقولها انه انا راح انشر وحياه عيوني وكذا كذا، انه انا ما ارضى اضرك، وبالعكس انا ارضى ابين عبد الله حقيقته. هي قالت لي الحمد لله انا اعرف البش شار كلهم على شنو، فواضح انه هي تريد ننشر ونريد نعرف انه عبد الله على حقيقته، وحتى دزت لي علامه اوكي، مع انه انا قلت لها اذا شيء ضرج مستحيل انشر، وهي ما قالت لي لا تنشر، قالت لي علامه صح يعني انشر، وانه هذا الشيء ساعدها، ولكن هي تحاول توصلنا اياه بطريقه غير مباشره. الحل علينا يا حبايب اللي لازم نسويه، راح احط لكم رابط قناه لايف ستيج، تدخلون عليها وتفجرون 100,000 تعليق حق قمر الطائي، عبد الله عيب عليك تهدد قمر الطائي الكل يا حبايب. بالاضافة انه عبد الله يا حبايب طلع بشوية ستوريات قاعد يقول بيها انه نورمار دز لي هذا الفويس، وعلى اساس عموده نشره على مود يطلع انه نورمار هو الصح ويطلع عبد الله هو الشخص الغلط، عموده نورمار يطلع هو المظلوم، مثل ما شايفين من الستوري يا حبايب، وقاعد يقول انه ما يريد يرد على هذه المشاكل واشياء تفاهات ومدري شنو، ولكن صراحة واضح انه هو قاعد يحاول يقلب القصة على نورمار، مثل ما شايفين بالستوري قاعد يقول ارد اسوي لكم جرائم ومدري شنو وارفع لكم قضايا، مثل ما شايفين بالستوري. طبعا الصدمة اللي صارت يا حبايب انه بعد بث قمر الطائي اللي حجت بيه انه نورمار كذاب، انه هذه الفويزات هو قاعد يكذب بيها، انه هي مو مهددة من عبد الله لايف ستيج، هو طلع بشوية ستوريات صار يقول انه انت تحكين علي عم تجيبين مشاهدات، انه انت حاليا بالقمة على اساس انه ليش قاعدة تحكين علي، ونوعا ما كلام واضح انه هو يقصد قمر يا حبايب، وقال اي واحد يريد يحكي علي يجيب مشاهدات، وهي قمر حجت عليه انه هو كذاب وكذب بالفويز. عاكم راح احطكم لحبايب الستوريات شوفوها. كيفكم يا جماعة الخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حابب احكي موضوع كثير حلو، انا كثير مبسوط تمام، بس انه بشكل عام حابب احكي موضوع بعيدا عن البسط وهالشغلات. كل ما ببعد عن المشاكل بتلحقني، كل ما بروح بجيني مشاكل. يا اخي انا مالي حامل على حدا شيء، ولا لي راح احكي على حدا شيء، ولا بدي من حدا شيء، فلهيك خلص تركوني بحالي لتجيبوا سيرتي. انا الحمد لله عم بركز على مستقبلي، عملت فريق جديد، عملت استديو جديد، عم بركز على مستقبلي، ما في مشاكل السوشيال ميديا راح تخلص بيوم يومين وفتره وبس ضجه لحتى يجيبوا مشاهدات او شيء. انا ماني مصلحة كل الحكي اللي عم بصير، انا كل ما هناك رح اركز على مستقبلي، فبليز انا مالي حامل غلا حدا، وبالتوفيق للجميع والله يوفق الجميع ويعلي مراتبكم وتسبقوني، وبس هيك تسبقوني كمان حتجيبوا سيرتي. انا بعيد عن المشاكل حتجيبوا سيرتي، بليز
حاج تجيبوا سيرتي، راح اعتبر كل واحد جيب سيرتي بده مشاهدات. انتم مو على اساس ما بتكون مشاهدات وانتم اصلا فوق وانتم القمه، فلا تجيبوا سيرتي عشان ما ينحكي عليكم انه انتم بعد تجيبوا سيرتي. ناطش ستوري ما لحقت اكمل، بس بدي اوصلكم اياه مثل ما وصلت لكم اياه يا جماعه، حتى انا ومتابعين اي واحد يحكي علينا نفكروا هيك. فخلص لا تحكوا عني ولا راح احكي عنكم ولا خلص، وانا الحمد لله اموري تمام، فريق جديد. بالاضافه ان قمر طايح يا حبايب نزل شويه ستوريات، بدها تقول لنا ان المفاجاه راح تنزل اليوم على الساعه 5، مفاجاه اكيد راح تكون كلش خرافيه، وبنفس الوقت هم نزلت ستوري تقول ان هي مخطوبه وما ادري شنو. وبالاضافه ان نزلت هذا الستوري كانت تقول يمكن الموضوع عباره عن اغنيه، فما ادري راح تنزل اغنيه ولا خطوبه ما ادري. على كل خلني استنى الساعه 5 وشوفوا الستوريات. انا كلش متحمسه للمفاجاه ام الباكر، بعدين شو السبب ايدي بس يعني انا اروح على الساعه 5 كلش بشكل متحمسه وان شاء الله تعجبكم. حاط لكم بوكس خمنوا شنو، ارجع اشوف منو يجيبها. ما ندري. يمكن احب بيكم انه انتم يعني يعني تفهموني وتعرفوني وهيك وهاي. اوكي بس اوكي خلاص باي.